بغداد 2019، وبالتالي تحولت الآن شرارة التظاهرات إليكم، لأنه قطع الرواتب، 7 أشهر بدون رواتب، أضف إلى ذلك عدم وجود فرص عمل، أضف إلى ذلك شكوى المواطن الكردي بين مزدوجين من سوء الإدارة والفساد المالي، ومعرفته أنه هناك أموال تسرق، أموال صادرات النفط تسرق، منافذ الإقليم تسرق، إلى 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 آخره. هاي كانت هي الشرارة، لو أكو أمور أخرى. نعم، مساء الخير. هذا الشيء، يعني مسألة التظاهرات ليست جديدة في السليمانية، لأن خصوصية السليمانية، تاريخ تشكيل السليمانية، يعني تشكلت وتظاهرات ولدت مع ولادة المدينة. يعني منذ إلحاق ولاية الموصل بالعراق، المدينة شهدت تظاهرات ضد إلحاق هذه الولاية بالدولة العراقية وتشكيل الدولة العراقية بدون أخذ بنظر اعتبار رغبة الشعب الكردستاني بحق تقرير مصيره. وحتى في الأنظمة الملكية بعد ذلك والجمهوريات التي جاءت، رأت شهدت سليمانية تظاهرات دائما. وحتى آخر تظاهرة قبل هذه التظاهرة كان حدثت يعني بشكل واسع في 2011، كانت هناك الوضع المعيشي للمواطن وللموظفين بشكل طبيعي في حالة ازدهار وفي تطور. دائما 17% من موازنة الاتحادية تأتي إلى الإقليم، وتأتي موازنة الحكومة إلى البرلمان الكردستاني، وتقوم البرلمان بمناقشات جدية وتخصيصات في كل المجالات، وكان هناك فرص عمل للشباب، تعيينات، ويعني سلف تمنح للشباب للزواج لمشاريع صغيرة اقتصادية. كان هناك ازدهار، وفي وقتها أيضا سليمانية شهدت يعني تظاهرات كبيرة، كان ربما كان تقليدا للتظاهرات التي شهدتها البلاد العربية، سميت بالربيع العربي. أنا أعتقد بأن نموذج تظاهرات بغداد ليست نموذجا متقدما يجب الاقتداء بها، لأن شهدت قتل كثير من المواطنين الذين تظاهروا في شوارع بغداد أو في ناصرية وفي مدن أخرى، واغتيالات كثيرة حدثت في هذه التظاهرات. أعتقد بأن السليمانية ومن حق المواطن الكردستاني سواء كان في سليمانية أو في أربيل أو في دوق أن تتظاهر وأن تخرج وتطالب السلطات وتطالب الأحزاب في إقليم كردستان بمستحقاتها وبتوفير حياة أفضل للعيش ولتوفير فرص عمل لشبابها ولأبنائها. هذا شيء طبيعي، ولكن يعني المؤسف هو أن تتحول التظاهرات التي تبدأ بنوايا سلمية وتتحول إلى مصادمات، وربما تشهد عنف، وأيضا من خلف التصادمات حالات قتل سبعة مواطن. يعني هذا عملية ربما من يقف خلف ونخجل من عندما يقف خلف نتحدث هذه عن الديمقراطية وفيها قتل للمتظاهرين. من خلف القتل، من خلف القتل استاذ طارق، من الذي قتل المتظاهرين الكرد في السليمانية؟ أكيد هذا سؤال، يعني الكل يعرف بأن مشكلة المتظاهرين مع الأحزاب الذي المقرات الأحزاب الذين ذهبوا إليها باتجاه حرق هذه المقرات. وأنا شخصيا كمتابع وكتحليل للمشهد، أنا كنت مع توجيه من هذه الأحزاب لمقراتها بغلق مقراتها ونزوح كل عناصرها من هذه المقرات دون أن تحدث سفك للدماء وقتل للشباب الكردي بسلاح الكردي. مع الأسف، ولكن مع ذلك حدث هذا الشيء، وهذا نتمنى أن يتم احتواؤها سواء كان من قبل الأجهزة الأمنية أو من قبل الأحزاب الكردستانية. يجب الاكتفاء، يجب الأخذ العبرة والدرس من تظاهرات والحوادث الدموية التي شهدتها بغداد والمحافظات الأخرى حتى لا تتكرر، أن تكون التظاهرات بشكل سلمي. ولكن أيضا لا ننسى بأن مشكلة هذه التظاهرات هي ليس فقط في المصادمات، السبب هو أن تظاهرات هذه المرة في الإقليم لا يوجد هناك جهة رسمية تتبنى هذه التظاهرات، لا يوجد هناك قيادة معروفة من هم يقودون هذه التظاهرات وما هي برنامج هذه التظاهرات. نعم، المطالب الشرعية هي صرف مستحقات الموظفين من الرواتب وبدون استقطاع، هذا مطلب كل مواطن كردستاني سواء كان قاعد في سليمانية أو في أربيل أو في دهوك أو في مناطق أخرى، الكل يطالب بمستحقاتها وهذا من حقها الشرعي. المواطن الكردستاني ليس مستعدا أن يسمع مزيدا بأن هناك بغداد تتحدى
تتجاوز على حقوق الإقليم الدستورية وعلى مستحقات المالية شلون لإقليم تتجاوز كردستان. بغداد؟ نعم استاذ صحيح، طارق، ولكن لا استاذ ننسى طارق، بأن استاذ طارق، الفساد موجود في الدولة العراقية بشكل استاذ واسع، طارق، وأيضا استاذ نحن طارق، جزء من هذه الدولة، استاذ يعني طارق، حصلنا على نسبتنا ربما 17% أو أكثر من الفساد العراقي أيضا موجود في إقليم كردستان لا ننسى. لكن مع ذلك الأجهزة المؤسسات الرسمية، مثلا كان هناك محاولة قبل أشهر في برلمان كردستان بتشريع قانون الإصلاحات، هذا القانون فيها بنود ومواد جيدة ولكن تحتاج إلى وقت. حسب ما سمعنا بأن منذ أشهر بدأت هذا القانون يجب تطبيقها، ولكن لحد الآن لم تظهر نتائج إصلاحات بشكل واسع على مفاصيل المجالات التي شهدت فساد وإصلاحات فيها. لذلك المواطن الكردستاني، الكتل السياسية في البرلمان لا يشعرون بأن قانون الإصلاحات حققت النوايا التي تم التشريع من أجلها. لذلك من جانب يعني استمرار الخلافات بين بغداد واربيل، عدم اتفاق بغداد واربيل على حصة الإقليم من الموازنة، استغلال ورقة حصة الإقليم من قبل الكتل الشيعية في البرلمان العراقي كورقة ضغط سياسية على تشكيلة الحكومة السيد الكاظمي، بعدم التقرب من اربيل وعدم اتفاق على صيغة جديدة لإدارة ملف ستارف. الخطوط ستارف. والطاق، وكذلك ملف ستارف. الموازنة ستارف. وحصة الإقليم. هذه ستارف. المسائل تركت آثارها السلبية ستارف. وتداعياتها ستارف. إلى جانب تسمعني عدم ستارف. شفافية ستارف. في مسألة النفط ستارف. والغاز في إقليم كردستان ستارف. والعائدات في الإقليم.